السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. إيه سر الصراع المحتدم ما بين المملكة المتحدة بريطانيا وروسيا؟ الأول أقول لكم المشهد ده فين؟ ده في مدينة بيتر. اللي عارف عارف، اللي مش عارف اديني بقول لك. المهم، الصراع ده قديم جديد، يعني قديم تاريخي على مناطق النفوذ وصراعات قديمه، لكن ده كله بيموت وبيتنسي. لكن اللي بنفتكره هو الصراع اللي في اخر 20 سنه، اللي بدا مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وان المملكه المتحده او بريطانيا كانت هي أكتر دولة عرضت مساعدات وإدت جزئية مساعدات أيام جورباتشوف للاتحاد السوفيتي ولروسيا في عهد بوريس يلتسن، رغم أنه وعدوه مساعدات كبيرة ولكن ما ادولوش عشر المساعدات دي. ومن وقتها وبريطانيا بتظن أن هي المالكة الجديدة لروسيا، أن روسيا هي تعتبر تحت التاج البريطاني، أو المفروض أنها تكون تحت الكومنولث البريطاني، ظنا منهم ان هم المساعدات اللي قدموها ما كانش حد يقدر يقدمها، رغم انهم قدموا الفتات البسيط مقابل تنازلات كبيره جدا ايام الاتحاد السوفيتي وايام بوريس يلتسن الرئيس، اول رئيس لروسيا الاتحاديه. ولا زالت بريطانيا يبدو انها بتفكر بنفس العقليه، لان هي بتتعامل بنديه او بسلطويه مع الجانب الروسي في مواقف ومواقع كثيره في آخر 20 سنة. يعني الموضوع ليه بعد، إن بريطانيا بتوسع نفوذها بأنها تتبنى روسيا وليدة الاتحاد السوفيتي مقابل بعض التنازلات، ولكن الاتفاق ده يظهر أنه ما كانش واضح قوي للجانب الروسي، أو الجانب البريطاني ما أكدوش قوي أو ما عرفش يتملك الزمام لتنفيذ هذا المخطط او هذه الرؤيه. كمان الاتحاد السوفيتي سابقا او تاريخيا او قبل 20 سنه الاخيره، قبلها كمان ب 30 سنه، دخل مناطق النفوذ البريطانيه، وده اثر في بريطانيا جامد في مواردها وثقلها في المنطقه بتاعه الشرق الاوسط. يعني معروف ان بعد الحرب العالميه الاولى المفروض ان تركيا اصبحت منطقه تعتبر تحت التاج البريطاني بشكل ما او تحت النفوذ البريطاني، وكذلك العراق وكذلك مصر. فلما الاتحاد السوفيتي يبقى مسيطر على الاقل على العراق، او العراق مياله لاتفاقيات السلاح مع الجانب السوفيتي، واضف الى ذلك ايران كثقل بريطاني تاريخي قديم يروح للجانب السوفيتي ومن بعده الروسي، فدي برضه ضربة قاسمة. كذلك الجانب الفرنسي شايف ان روسيا تعدت على اختصاصاتها بتدخلها في سوريا، لان طول سوريا دي تاريخيا تتبع ليا، بالاضافة لبعض الدول الافريقية. لو نلاحظ ان الجزائر تمويلها العسكري او الاعتاد العسكري بتاعها معظمه بنسبة كبيرة برقم كبير جدا في اخر 10 سنين جاي من الاتحاد السوفيتي، من روسيا قصدي، ومن قبله الاتحاد السوفيتي طبعا ايام ما كان في الاتحاد السوفيتي. فهذه المعسكرات البريطانيه وهذه المعسكرات الفرنسيه التي ذهبت الى روسيا اكيد تضايق النفوذ البريطاني والفرنسي، وبالذات البريطاني، ان الموضوع معاه تاريخي وحديث، يعني ضارب في التاريخ ولحد اخر لحظه حد حديثا. فرنسا ما تقدرش تفتح عينها في روسيا قوي، لكن بريطانيا تقدر. أمريكا بتفكر بريطانيا وفرنسا طول الوقت بفضلها عليهم، إن لولانا كأمريكان كالجيش الأمريكي ما كانش دخل الحرب العالمية الثانية، كانت فرنسا دي كانت هتفضل محتلة من بريطانيا، أو الاتحاد السوفيتي كان هياخدها بعد ما خد برلين. يعني فرنسا كانت محتلة وإحنا اللي حررناكم. هتلر كان واخد فرنسا بالكامل يا جماعة. فبيفكرهم يعني ما تنسوش نفسكم. ده بالنسبة لفرنسا. بالنسبة لبريطانيا تلتها تحطم،
العاصمة اتضررت بشدة، ربعها تقريبا احترق من الغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية. ولولا الدعم الأمريكي المباشر والعسكري الغير محدود، برضو بريطانيا كان ممكن تحتل أو على الأقل تدمر وتبقى كريبلد أو مكسحة وترجع بعد 20 سنة 30 سنة، مش بعد سنتين ثلاثة زي ما حصل. فالولايات المتحدة الأمريكية بتفكر دايما فرنسا وبريطانيا بأصلهم بفضلهم. يمكن بريطانيا كانت واقفة على رجليها لحد ما، لكن فرنسا كانت محتلة بالكامل، وكذلك ألمانيا ما تنساش فضل أمريكا، وأمريكا ما بتنساش تفكر ألمانيا بفضلها. لذلك هذه الدول الثلاثة بيختلف صوت اعتراضهم على الجانب الروسي، بداية من فرنسا يعني بتحاول تكون حنونة شوية مع الجانب الروسي إلى حد ما، الجانب الألماني يعني يقول كلمة وينزل ويرجع في كلمة، يروح مرة ويجي مرة، لأن القرار مش بتاعه، القرار أمريكي 100%. لكن بريطانيا ممكن تعلي صوتها، ممكن تختلف، ممكن ما تسمعش كلام الأمريكي قوي، أو ممكن تغرد في الاتجاه الأمريكي بس بطريقتها هي. لا تظنوا أن بريطانيا بتسمع كلام أمريكا طول الوقت، أو هي بوق للجانب الأمريكي، لا، الجانب الأمريكي مستقل في قراره وفي تصريحاته، والجانب البريطاني مستقل، لكن أقدر أقول لك أن فرنسا مش مستقلة قوي، ولا ألمانيا مستقلة قوي. وهو ده سر بقى العداء التاريخي ما بين المملكة المتحدة بريطانيا يعني وروسيا، ما بين روسيا وإنجلترا ما صنع الحداد، ولا زال يجري حتى اليوم، وغدا لنظره قريب يمكن الموضوع ده يأثر على الحرب الأوكرانية، مين عارف. أذكركم في نهاية الحلقة إن احنا في خلاص في آخر الخريف وداخلين على فصل الشتاء إن شاء الله، ففي هذه الفترة زي ما احنا أصلا في مدينة بيتر النهار بيبقى طويل قوي في الصيف، فكذلك في الخريف أو في الشتاء بيبقى النهار قليل قوي، ففرصة كويسة إن احنا نصوم. الصيام بيبقى سهل جدا في الايام دي والنهار بيبقى قصير، فبتلاقي نفسك بسرعه كده خلصت اليوم وصمت لك 20 30 يوم في الفتره بتاعه الخريف للشتاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، وتقبل الله منكم صالح الاعمال منا ومنكم ان شاء الله. السلام عليكم.